سؤال الكومنت النهاردة عادة مس الأصابع عند الأطفال. في كومنت بيقول إن عنده طفل بيعاني من عادة مس الأصابع وعايزه يتخلص منها علشان يبقى أحسن. أنا في الأول كده مش عارفة الطفل ده عنده كام سنة، فلازم أعرف الطفل ده عنده قد إيه علشان أعرف أتكلم صح. تاني حاجة، إمتى بتبدأ عادة مس الأصابع دي؟ في أطفال أو في حديث الولادة بتكون العادة دي خدوها من هما لسه جانين في بطن الأم، بدأوا يطوروها لما اتولدوا، بدأت العادة دي تبقى معاهم عادية جدا. لما يحس انه جعان او بطنه وجعاه او قلقان او خايف بيبدأ يستخدمها علشان يهدي نفسه. لما بيكبر شوية بيبدأ يستخدم برضو العادة دي لو قلقان، لو قاعد في محيط هو مش حبه، لو قاعد في مكان اول مرة يكون قاعد فيه مع ناس اول مرة يقعد معاهم، لو عنده قلق، لو عنده جوع، لو عنده عطش، لو عنده خوف، لو عنده مغص، ايا كان، فهو برضو بيستخدم العادة دي علشان يهدي نفسه. في اطفال كتير قبل ما يناموا بيبدأوا يحطوا صباعهم في بقهم علشان يعرفوا يناموا. طبيعية جدا من 2 لـ4 سنين، بعد الـ4 سنين بنبدأ نقلق ونحاول بكل الطرق انه يبطل العادة دي، لكن اكيد قبل كده لازم ان احنا نتدخل بهدوء وبعقل علشان نحميه من شكل الاسنان الغير منتظم او تشوه الاسنان، وعلشان البكتيريا والميكروبات اللي ممكن تدخل في بقه من صوابع. طيب عشان ما اطولش عليكم، ازاي اساعد الطفل ان يتخلص من العاده دي؟ اول حاجه اياكي ثم اياكي ثم اياكي ان انت تجبري الطفل او تعاقبيه او تزعقي له، تضربيه، تشخطي فيه، تقولي له اوعى تحطي ايدك في بقك، شيل ايدك، كل ما تلاقيه حاطط ايده في بقه تزعقي له، شفت انا قلت لك ايه، شيل ايدك. ده مش صح تماما. الصح ان انت تقعدي تتكلمي معاه وتفهميه على حسب المرحلة العمرية بتاعته، يعني لو هو عنده 2 غير 3 غير 4 غير 5. لو عنده 2 مثلا او اقل هنبدأ ان احنا نشغل ايده، نخليه يلعب اكتيفيتيز او يشتغل في اكتيفيتيز وانشطة علشان تشغله، نشتت فكرة العادة دي عنده او نشتت تركيزه على انه يستخدم صباعه ان هو يمصه في اي العاب حواليه، يشغل ايده طول الوقت. ولو لقيتيه بيحاول يحط ايده في بقه من غير ما تكلميه ولا تنبهيه، شيلي ايده، اديله حاجة لعبة تانية او اديله حاجة يمسكها بايده، هينشغل تلقائيا. لو الطفل كبير شوية 3 سنين فيما فوق او 2.5 سنين فيما فوق، هنبدأ نتكلم معاه عن الاسباب او عن النتائج اللي هتيجي عليه لو فضل يمص في صوابعه. يعني هنقعد نقول له على شكل الاسنان هيبقى مش لطيف، ممكن نوري له شكل الاسنان لحد كان بيمص صوابعه بدأت تبقى شكلها مش منتظم او شكلها مش حلو. هنبدأ نقول له على الاثار السلبية لو تعب او اتنقلت له اي فطريات او بكتيريا او عدوى او ايا كان من ده، هنبدأ نبسط له المعلومة ونحاول نخليه يستوعبها. في الاول الموضوع هيكون صعب جدا، فاحنا هندرج الموضوع وهنحاول نخلي مص الاصابع ده في مكان واحد. يعني عايز حاسس ان انت عايز تحط ايدك في بقك، خلاص ما ينفعش قدام الناس لان هي شكلها مش لطيف، عشان ما حدش ياخد عنك انطباع مش كويس، ممكن تقعد في الاوضه بتاعتك تعمل الموضوع ده لحد لما تحس انك هديت وتيجي تقعد معاه. لو كان السبب في مص الاصابع توتر او قلق، حاولي انك تخرجيه من حاله التوتر والقلق دي وتساعديه انه يتخلص منه. اول ما تلاقيه قعد فتره ما يحطش صباعه في بقه، كافئيه وحفزيه وعرفيه في فرق ما بين انه يحط صباعه في بقه وانه اتخلص من العادة دي. واخيرا في حلول بقى خارجية بنستخدمها مع الاطفال، وهو جهاز او هما جهازين بيتركبوا عند الاطفال، واحد ده او ده، يعني جهاز بيتركب في سقف الحلق عند الطفل علشان يعيق فكرة المص نفسها ويخليه مش مستمتع، وجهاز بتركب في الصوابع. هحط لكم الصور بتاعتهم، بتبقوا في الصيدليات على حسب الصباع اللي متعود انه يمصه، سواء هنا او هنا او ايا كان، فهو بيبقى مخصص للصباع اللي الطفل متعود يمصه. ان شاء الله لو اتبعنا الخطوات دي باذن الله في وقت، يعني انا ما اقدرش اقول قصير ولا طويل، لان اي حاجه ليها علاقه بالسلوكيات بتاعه الاطفال بتعتمد على الاستمراريه وعلى تقبل الطفل على البيئه المحيطه وعلى تقبله وعلى تقبلنا احنا عشان نعرف ان احنا نديله السلوكيات الصحيحه.